أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذ أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لملكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من
وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 30 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلى قوله تعالى: قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن تتويج آدم وبنيه بتاج الخلافة عن الله في الأرض للقيام بعمارتها وتنظيم شؤونها طبقا للتوجيهات الإلهية والنواميس الأخلاقية، وأشار إلى تكبر إبليس وعناده وتمرده على أمر الله وانتقاده، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
وبذلك كشف كتاب الله النقاب عن طبيعة إبليس، وأنه على خلاف ما يتوهمه المتوهمون، لا يدخل في عداد الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وإنما هو من فصيلة الجن التي يوجد فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وكون إبليس من الجن لا من الملائكة هو الذي يوضح مغزى المفاضلة التي عقدها إبليس نفسه بين شخصه وبين آدم أبي البشر، إذ قال فيما حكى عنه كتاب الله في سورة الأعراف وسورة صاد: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمعروف أن الملائكة خلقوا من نور، بينما الجن خلقوا من نار والإنس خلقوا من طين. وبهذا البيان يتضح لجميع الأذهان أن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر إبليس مستثنى من الملائكة إنما ورد ذكره فيها على معنى الاستثناء المنقطع الذي يعتبر فيه ما بعد إلا خارجا عما ورد قبلها لا داخلا فيه، وأنه لا سبيل إلى حمله على الاستثناء المتصل لتخالف الأصلين وتباين الطبيعتين. قال تعالى في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى في سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. ثم لفت كتاب الله أنظار بني آدم إلى العداوة المتأصلة بينهم وبين إبليس وذريته، وأن هذه العداوة الراسخة والدائمة التي يكنها إبليس لآدم وذريته كافية لأن تجعلهم على حذر من موالاته ومتابعته، فكيف إذن يعادون ربهم ويوالون عدوهم؟ وذلك قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد حذر كتاب الله في غير ما سورة وغير ما آية، حذر بني الإنسان من مطاوعة الشيطان ومواجهة خالقهم ورازقهم بالتمرد والعصيان لما في ذلك من سوء العاقبة ومنتهى الخسران. فقال تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى في سورة الأنعام: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأشار كتاب الله إلى عناصر السوء التي أضلت الناس عبر القرون والأجيال، وفي طليعتها إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن وطواغيت الشرك والكفر بما فيهم سدنة وعبدة الأصنام والأوثان وأدعياء العلم والقوة المتطاولون على الله في مختلف العصور والأزمان، مؤكدا أن هذه العناصر كلها لا تتوفر على علم صحيح تكتنه به حقائق الأشياء حتى ينخدع بها الأغرار، ولا تتوفر على قوة ذاتية تتصرف بها في الكون حتى ينخدع بها الأغمار. فالله تعالى قد تفرد بخلق المخلوقات وتكوين الأكوان بفضل حكمته وبمحض مشيئته دون أن يشرك معه أحدا في تصميمها وخلقها، ولا أن يستعين بأحد في تدبير أمورها وتسييرها. وبذلك انفرد سبحانه بإيجادها وإمدادها كما انفرد سبحانه بعلم حقيقتها والإحاطة بها، فهو وحده الذي بيده
مقاليد التصرف في الكون، وهو وحده مصدر العلم الحق ومنبع الحقيقة المطلقة عن الكون والمكون وعن الخلق والخالق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهذه المعاني المفصلة هي التي تضمنها بصفة مجملة قوله تعالى هنا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ووصف المضلين الوارد في هذه الآية والمعبر به عن العناصر التي تقوم بتضليل الخلق والتغرير بهم يناسبه ما حكاه كتاب الله على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم وصف كتاب الله موقف المشركين الحرج يوم القيامة ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله، عندما يأمر الله أتباع أولئك الشركاء أن ينادوهم ليشفعوا فيهم ويدعونهم فعلا فلا يستجيبون لهم، بل يتجاهلونهم بالمرة كأنهم لا يعرفونهم أو كأن بينهم عداوة متأصلة من قديم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال الحسن البصري: موبقا أي عداوة. وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق. ومضى كتاب الله يصف الخيبة التي يمنى بها الأتباع الضالون عندما تنتهي أحلامهم ويتبرأ منهم سادتهم الذين أضلوهم. وكما وصفهم كتاب الله في الربع الماضي بوصف المجرمين إذ قال في حقهم فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وصفهم في هذا الربع أيضا بوصف المجرمين بعد أن وصفهم في الآية السابقة بوصف المضلين، فقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أنهم بعدما رأوا النار التي كانوا في شك من وجودها أصبحوا يتوقعون دخولها، فانتقلوا من درجة الشك إلى درجة الظن، غير أن ظن أمام الأمر الواقع الذي ليس له من دافع لم يلبث أن انقلب إلى يقين، إذ لا سبيل لنجاتهم من النار بعدما سبق أن وجهه إليهم الحق سبحانه وتعالى من إنذار وإعذار ولم يجدوا عنها مصرفا. وبما يقرب من المعنى الوارد في هذا السياق جاء قوله تعالى في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقوله تعالى في سورة الأنعام: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وانتقل كتاب الله إلى بيان أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك وسيلة من وسائل إقناع الإنسان وهدايته إلى الحق والخير ومساعدته على الاختيار المحمود إلا وضمنها آيات الذكر الحكيم. وبالرغم من كل ذلك لا يزال يوجد من بين الناس من يصر على إنكار الحق والتمسك بالباطل، إما عنادا وجحودا وإما تقليدا وجمودا، منبها في نفس الوقت إلى جهل هذا الفريق من الناس بحكمة الله وعدم شكرهم لرحمة الله، إذ لا يعجز الحق سبحانه وتعالى
أن يسلط عليهم عذابا يستأصلهم من الوجود، أو يعاقبهم بعذاب عاجل سريع بدلا من أن يؤجل عقابهم إلى اليوم الموعود. فقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا، أي أنهم علقوا تصديقهم بالرسالة على برهان مادي محسوس يؤكد عقاب من لم يؤمن بها في الحين، كأن يحل بساحتهم ما حل بمن قبلهم من الأقوام البائدة مثل عاد وثمود من إبادة واستئصال، أو يحل بساحتهم عذاب سريع على وجه الاستعجال. لكن الله تعالى رد عليهم تحديهم المحموم، فقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي أن رسالة الرسل لا تتجاوز البشارة للمصدقين المؤمنين والنذارة للمكذبين الكافرين. وليس من اختصاص الرسل أن يقرروا بمحض إرادتهم عذابا معينا أو يستعجلوا العذاب قبل وقته لمن لم يؤمن بالله، فأمر العقاب والثواب موكول تقريره وتحديد نوعه وتحديد موعده إلى الله. وتوضيحا لحكمة الله ورحمته في الانفراد بهذا التدبير وما يؤول إليه المصير، قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لا محيص عنه ولا مفر. ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن أظلم الظالمين لأنفسهم وللحقيقة هم أولئك المتعنتون الذين أتيحت لهم فرص الاهتداء إلى الحق لكنهم فضلوا الإعراض عنها، وبدلا من أن يعيدوا النظر في أحوالهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم على ضوء الهدي الإلهي أصروا على ضلالهم ولم يغيروا من حالهم، فأقفلوا على أنفسهم جميع الأبواب ولم يبقى أي أمل ولا رجاء في هدايتهم بآيات ربهم في الكتاب. وذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من مقر إقامته إلى مجمع البحرين وبرفقته فتاة للقاء عبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علما لم يؤته موسى. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واستغرق وصف هذه القصة القسم الثاني من هذا الربع والقسم الأول من الربع الآتي. وهذه القصة توحي بعدة أمور: الأمر الأول أن الله رفع العلماء بعضهم فوق بعض درجات وفوق كل ذي علم عليم، فلا ينبغي لأي عالم أن يعتقد أن عنده منتهى العلم أو جميع أنواع العلم، كما أنه لا ينبغي لأي عالم أن يقنع بما عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائما وقول ربي زدني علما، بل عليه أن ينتهز جميع الفرص والمناسبات لتلقي أطيب النفحات. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الأمر الثاني أن العالم
بالرغم من كونه عالما لا بد له من أن يلتزم منتهى الأدب مع من هو أعلم منه، وأن لا يعترض على الطريقة التي يختارها معلمه لتعليمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الأمر الثالث أن العالم ينبغي له أن يتخطى بنظره حدود المظاهر والظواهر، وأن يتطلع قبل كل شيء إلى حكم الأشياء وأسرارها، ويتعرف على مقاصدها وأهدافها، ويلم بظروف النوازل وملابساتها، وبذلك يتحاشى إصدار الأحكام التي لا تناسب المقام، وإلا أدى به الحال إلى الوقوع في الغلط وارتكاب الشطط. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الأمر الرابع أن المستزيد من العلم ينبغي له أن يتأنى ولا يستعجل من هو أعلم منه، فلا يلح عليه بكثرة السؤال، لأن ذلك يؤدي به إلى المضايقة والإملال. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، لوددنا أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامه، ولو صبر لرأى العجب.